السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله الجميع بخير. ما مشترك بالقناة خليه يشترك، لايكات تعليقات. طبعا اعتذر على الانقطاع، صار فترة كنت مسافر، يعني اليوم امبارحة والله رجعت الليل. طبعا هاي اخر التحديثات. هسه هذا الطابق الفوق مال الزواج، بعدنا ما مكملين. هذا البرج هذا كان قديم موجود، اتصور شويه مزخريه. هذا محطات جديد مسويه. جديد، وهذا البرج الجديد كان هنا برج مال الزواج العالي كلش اذا تذكروا. والله العالي هذا شلناه كله، فلشناه وسوينا هذا البرج الجديد. العفو، وباب هناك هم شدينا. هنا هسه ما شاء الله سطح صار كبير ومرتب، فرق من السماء عن قبل. هذا البرج الجديد صدقين ترايش ان شاء الله نجيب بيه فرخات حمص شنو والله ما ادري. بعد خلينا نشوف الترتيبات. هسه هذا السطح مال الزواج الفوق ان شاء الله فد يومين بعد ثلاثة ان شاء الله كله يكمل. احاول اصعد هنا فرخات التور المستوردة. شوفوا هذا الصحوه صار من هنا، باب هاي تنفتح تنسد، ودرج شوي عليناه بعد اكثر، يعني صار شوي ارتب صورة، يعني سطح صار اكبر. قبل كنا كل شي ما نقدر، كل شي ما نشوف، قلنا انا كل شي ما تبين. هسه باعوا سندويش كله وترتيبات كبير، هم تقريبا 4-5 مترات. بس الدرج هذا شوية يعني مو مريح بالنزلة، بعدنا ما متعلمين عليه. طبعا هم العمال بعدهم الخانات وسوالف. لأن خطيئة ما عاد المي، طبعا الظهر صعدت أنا ما لقى فتح ما عاد المي إلا شيء. دقيقة شباب، لقيت هاي طيور ما عندها مي خطيه، صنطيتها مي. هذا هنا أنا بعد ما فت تحديثات جديده، هذا باقي كما هو ما عندنا اي شغل بيه، بس تنظيف التنظيف السوالف. وهذا راح ينشال كله، الخانات كلها تنشال، ترجع يعني اخليها هناك، يصير ويا الحائط من الطول لطول بدل هذا المحطات من هنا للتانكيات. وهذا البرج الجديد مع الحمر نفسه كما هو، وهذا الجديد اللي سويناه للزواج. شوفوا ما شاء الله يقول القصر مو قفص. وهذا المهبط مال الزواج، الطيرين يحطون على المهبط وينزلون.
يعني شغله حلوه. طبعا هسه تقول الشباب هواي معلي زايد، يعني شوف هذا كله فراغ، هاي هنا كله ماكو شيء فراغ، بس هنا لين تانكي، وتانكي الثاني راح يقعد، فاضطرينا نعلي تانكيين، وهنا راح نمدهم خانات، كلها خانات راح تصير هاي ان شاء الله. ان شاء الله يعني من اكملها للاخير انزل لكم المقاطع. هاي الطوائر على حطتها، هاي الفحله على حطتها، اتصور هاي الفحله يمكن ما نصعدها فوق بعد ما اعرف، لان على هذا المحطات تطير بعد ما تقدر تحطها على هذا البرج شلاته، بعد ما يقدر نحطها فلازم نصعد من فوق. خل اصعد من فوق اصور لكم، طبعا بي بعد ملاحظات ما كامل بعدها. شوف درج ويصعد، يعني تصعد للبرج يرادك 2 3 4 5 6 7 درجات على تصعد البرج. وهاي الدرجة الثامنة، هو كله بوابات سلايد يعني ولا سوالف. هذا هنا الفرخات راح يصيرن، يعني مثلا هنا راح يصيرن الجلدات طيروفه على الكبار، هذا ممر بالنص الطب، هذا يوم يطلع له قفص الاخ هنا راح يصير يعني مال انتاج، هذا هم قفص هنا هم باب سلايد. شلون تفتح هاي باب سلايد من هنا طب، هم قفص بس بعدها ما مكملين الارضيات، وهم تقعد هاي الخانات كلها من جوا. يعني هذا الترتيب يعني الاولي، ان شاء الله فت اسبوع هيجي، لا دعوة اسبوع، والله اسبوع شباب، يعني 5 ايام شوي اكثر شوي اقل يكمل كل الابراجة كلها تكمل. بس صار شغلة يعني ان شاء الله تطلع مرتبة. والله انا كان عندي ملاحظات على هذا البرج، يعني صار كلش عالي، بس قعدت كل واحد وقناعته. طبعا اعتذر ما هاي الفتره ما تواصلت ما نزلت مقاطع، كنت مسافر، وهاي النت بالفندق الا تعبان، والنت بالانترنت على الموبايل همين ما اعرف هم مو شي والله. هاي الصور مال سنادين، راح اما نخلي سنادين وزرع ولا سوالف شويه ترتيب. هاي الطيور بيض مفتوحات، هاي الخانات هم فرخات تجهيزة تم رد انزلها. هذا اللي جت عندي، هذا الفرخة مضروب شلل، الخلصانات ما يهم. ان شاء الله خير شباب، بس اكمل ترتيبات والهاي كلها ان شاء الله اصور لكم اياها تصوير النهائي، يعني ان شاء الله كلها اكملها واصور لكم، والله اصور لكم هم خانه هاي عندي. شنو هذا؟ مالي هذا بحلقات سود، اذا عندكم فد ملاحظات اضافات هالامور افكار مطلوب بعدنا بالبناء سولفونا، حتى نحاول نشتغلها. ان شاء الله خير شباب، ما راح اعبر المقطع العشر دقائق خاطر يعني ينشر، لان يعني والله يعني شغلة النت كلش تعبانة. شوف هاي هم فراخ هم جاهزات، هاي خانة رقم 7، هاي جاهزات جولدنات وهم جوان انتاج، هم لازم هسه احولهن ان شاء الله خير شباب. هذا هم جاهز هنا، لا والله هنا بعد بعد هنا، هاي هنا هم 2
بيضجه وهاي. يلا شباب ان شاء الله اتواصل وياكم هاي الفتره، وتحياتي لكم. لا تنسون الاشتراك بالقناه، لايكاتكم، تعليقاتكم. تحياتي لكم شباب.